وهذه سائلة تقول: ذهبت مع رفقتي لأخذ عمرة، ولكن كان علي الحيض، وعندما وصلت الميقات أحرمت ولكن لم أطهر حتى الآن، فماذا أفعل؟ هل يكفي إحرامي عندما أطهر وإلا أرجع إلى الميقات؟ لا، إحرامك يكفي عند الميقات وأنت حائض، يجوز للحائض أنها تحرم، لكن تبقى حتى تطهر وتغتسل ثم تؤدي العمرة. فإذا ذهب الدم عنك فاغتسلي وادخلي المسجد الحرام وأدي العمرة بطواف وسعي وتقصير، والحمد لله. نعم.